الهاتف من الأستاذ داني بيروتي من مؤسسة بشير للجميل. صباح الخير. صباح النور مدام زبريم، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. حضرتك حابب تعمل مداخلة؟ مش مداخلة، بالحقيقة بدي أوضح شغلة للرأي العام. في شغلة وردت لي، جانا كذا اتصال بخصوص تطرق لست صالونج بشير للجميل ضيفك الكريم. بدي بذكر الرأي العام، وأنا هون بدي رد على أستاذ أبو فاضل جوزيف، وانا ماني بعيد ابدا عن الصحافه، انا بقلبها للصحافه. هو عم بيحكي انه ست صالونج بشير جميل نزلت بالباراشوت. اول شيء توضيحا للراي العام، العالم كله بتعرف قبل بيومين من الانتخابات، قبل باسبوع تقريبا، التجاذبات السياسيه عن وضع ست صالونج بشير جميل، وصار في عده كلام. انا بالحقيقه بدي اذكر لضيفك الكريم انه شو حكي وليد جملاط، وليد بيك جملات بالحقيقة قبل بأربع خمس أيام، وكل العالم حضرت هالشيء وقالت إنه ما فيها تمشي ببربور. لحظة إذا إنه ما فيها تمشي ببربور. إيه صحيح، نحن عم نمشي ببربور بغير بربور حبيبي، لأنه ما فيها تمشي ببربور. إذا سمحتوا، إذا ممكن بس نحافظ على الهدوء. تفضل تفضل أستاذ. هذه شغلة إنه صالونج بشير جميل تمشي براس النبع وببربور، يبدو إنه مش عاجبتكم. خليني أذكرك إنه نحن ومشروع الرئيس بشير اشميل. انت ما كنت ابني وقت انا كنت مع بشير. انت ما كنت ابني وقت انا كنت مع بشير اشميل. انا يا ابني عملت له الهوات اللبنانيه لبشير اشميل. انت وينك يا صبي وين كنت؟ ما بسمع واحد يتدخل مثل هذا معي انا. مين فين هو؟ لا ما بسمع، لا ما بسمع. لا لا انا ما حدا يعمل مداخله معي. انا ما بنزل هالمستويات هاي. بس بشير جميل مين هالولد هذا؟ مين هالصبي زي انا بترك هلا ما بقدر. اذا بتريد سدي معي مين هذا؟ شلون هذا؟ نحن معودين بيعرف مسعود الاشعر وبيعرف بيعرفوا كلهم سوا. جايبين له ولد صغير يحكي روح يا ابني. انت عم تقول لي عم بشير جميل، انا عم قلت له قوات لبنانيه بالمتن الشمالي وقتها كان حدا يمشي بالمتن. اذا بتريد اذا انا بترك بمشي هلا. لا لا بترك بمشي هلا. ما بسمح لهيك ناس يتدخلوا معي انا. قلت لي ولد يحكيني انا ما بقدر. لا من صدقكم انا بطلع هاي النقطة. لا 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 انا رح اذا فيني اذا فيني انا بمشي. لا بمشي ما بقبل. اذا خلص قطع الاتصال ابوها بمشي. انا بجيب لي ولد يحكيني سديمة من وين؟ يروح على الصروح على يروح على القضاء. انا بيعلمني مين بشير جميل. انا اساس الحريه انا لا حضرتك عبر عليك حب انه يرد عليك. انا هالحاله انا بطلع عليها. مش انا مش انا زيف ابو فاضل مش حاله واحد. إذا بتريدي كل واحد شايف حاله، قالوا لا بده يقف حدي، من هو الولد هذا؟ أول شيء بشير جميل أنا اللي أسست له القوات اللبنانية بالمتن، أنا اسمي جوزيف أبو فاضل. وأنا ما بسمح بأي كون بأي حلقة أو حدا يعمل مداخلة معي بالشكل. بعدين يروح يلعب بحديقة المنزل عنده. بعدين هو وغيره ما في يجي يحكي عني أنا. أنا أسست القوات لكوانين الشظايا بإيدي بالمتن الشمالي. والرئيس أمين جميل وبوسي أشقر وفؤاد أبو ناظر وجو قدي وجوزيف الزيك. هلا خلي حدا منهم يتلفن يقول مش هالحكيات. وقت لما حدا كان يسترجي يقول انا قواتي، انا عملت القوات اللبنانيه بالمتن وانا اسستها وانا كنت رئيس جهاز امن القوات بالمتن. خليه يحكي طوني بريدي، خليه يحكوا كل الشباب الموجودين. ولو جاي بتقول لي ولد مؤسس بشير جميل يرد علي. عفوا بس يعني كل اللي بيتصلوا بالاوتيل لا ما بنحترمهم. لا ما بنحترمهم. انا مش مضطر انزل على المستوى. ولو ما هو بيعرف انه بالقوه في كيف طلعت صالونج جميل مش بالتزكيه؟ هو لم ينكر يعني شو لم شو بيقول لي؟ هلا وليد جملات انت ما بتصيري تمشي ببربور. شو الحديث هذا يعني؟